حكاية أكثر من 20 يوما من المسير والعطاء وصلت فصولها المشهد الأخير. الملايين التقت هنا واجتمعت على مختلف مذاهبها وأديانها ولغاتها وقومياتها. أيام من المسير تعبها كان بلسما، وانتظارها بشوق المحبين شارفت على الانتهاء. كربلاء في هذه الأيام تتسع لملايين الزائرين الذين وفدوا من كل حدب وصوب. هذه المدينة خالط ترابها الدماء الزكية التي سالت في واقعة الطف، وأضحت بعد قرون من الزمن مقصد الأحرار من بقاع الأرض المختلفة. تتوحد فيها القلوب وتعتصر ألما على ما جرى بآل بيت النبوة ومنبع الرسالة، لتعيد للعالم مشهد جريمة بشعة لفئة باغية لم يشهد التاريخ مثيلا لها. أهالي المدينة منذ أواخر شهر محرم أعدوا العدة لاستقبال الجموع الزائرة. كرم وعطاء وجود لا يوصف بذل في سبيل من قصدوا أرض كربلاء. البيوت فتحت أبوابها ببهجة ولهفة لقاصدي سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. نحو 13,000 موكب في مدينة كربلاء وقراها ما زالت تقدم الخدمات. وبين السائرين والخدمة يتجدد العهد وتستمر حكاية نصرة القضية الحسينية.